كيف تشوفوها الآن؟ دكتور، إيش كان السؤال؟ إنه الصوت قطع شوية. قلت لكم الآن هذا الشكل، كيف بتشوفوه؟ الحواف واضحة. حواف واضحة. فأنت إيش بتروح مع أستاذ العملية يغير هذه وتختار الطريقة اللي أنت تشوفها مناسب. طيب هذه بالنسبة ل بريويت. في معك كمان حاجة اللي دالة تسمى ريفرس كروس جريدينت فلتر. إن هنا بدل كلمة نفس هذه بس بدل بريويت الدالة الثانية تستخدمها إيش تسمى روبورتس. فتشوفوا نفسها بروح أعمل آي سي بريويت، بدل بريوت أعمل إيش؟ ريبورتس. هذه طريقة الريبورتس. فشوفكم بتطلع لك الأوتبوت بهذه الطريقة. الآن من الأحسن، هذه أو هذه؟ من الأحسن؟ الأولى الأولى. بذلك وكمان هذه أحيانا تكون مهمة وأحيانا تكون مهمة في حالة لما تشت في كل الداتا عندك، يعني تشي تفقد جزء من الداتا، وهذه إن شاء الله كمان طبقها مع السادة العملي. وفي معك السوبل فلتر، نفسه بدل ما تكتب بريوت ولا روبرتس نفس الكلام، بس تكتب كلمة سوبل فبيطلع لك بهذا الشكل. طبعا في معك الآن يا إما روبوت يا إما السوبل يا إما بريويت، هذه كلها تعمل لك عمليات اتش ديتكشن، عمليات سيجمنتيشن، عن يعني تعمل لك عملية استقطاع عن طريق الاتش ديتكشن، وانت تقدر تطبقها بالعملية معك الكود وتطبق بالعملية وشوف اللي تكون مناسبة لك حسب الاب استخدمه. وهنا بس يقول لك ملاحظة انه السوبل فلتر هذا الاخير، هذا السوبل، السوبل فلتر ار سيميلر تو ذا بريويت فلتر. فشوفوا يقول لك هذه ما بتكونش مشابهة لهذه، تكون مشابهة لمن؟ للأولى، لهذه. تمام؟ يعني الآن بيقول لك السوبل مشابهة للبريويت. هذه الملاحظة كمان تدون عندك مهمة. The sobal filter are similar to the بريويت filter in that they apply in smoothing filter. فسواء كان بريويت ولا السوبل استخدمهم بالسموثينج فلتر. بشكل عكسي to the central difference filter. فالآن أقدر أقول السوبل والبريويت أستخدمهم بالسموثينج. إحنا أخذنا السموثينج اللي هو الكريم، سألني كريم كارم قال لي إيش الفرق ما بين إتش وإتش مثلا شاربينينج، هي نفسها الشاربينينج والسموثينج اللي استخدمناها بالمحاضرة رقم واحد. فلو تركز إنه هذه كيف تشوفوا كيف الإتش أحسن من هذه. فشوفوا كمان هنا كيف حقها الإتش كمان أحسن من البقية. فهنا يقول لك البريوت والسوبل هي نفس بعضهم البعض وتستخدم بالسموثينج فلتر. Of the three filter، وش قصده من الثلاث الفلترات سواء البريويت ولا السوبل ولا الروبرتس، the sobal filter are probably the best، أحسنهم من السوبل. لكن هنا حسب الأب اللي أنت بتشتغل معه، لكن علميا جاوا شافوا الاستخدام الأحسن بيكون السوبل أحسن هنا الثلاث، ولكن أنت حسب استخدامك للأب. لأنه هنا يقول السوبل filter are probably the best، they provide good edge يعني حقهم الحواف تكون جيدة، and they perform reasonably well in the presence of noise يعني حتى لو في معك نويز بيتم عملية حذفه. فهنا الملاحظة تدونها من السوبل زي ما البريوت تستخدم بالسموثينج، ومقارنة بالثلاثة السوبل تعتبر البيست، تعتبر أفضلهم. وأعتقد لحد هنا تم بحمد الله وصلى اللهم وبارك. في أي شيء من اللي أنا قلته، إحنا كذا خلصنا المقرر، في أي شيء من اللي أنا شرحته ما كانش واضح؟ هاي يا ثالث، في شيء دكتور، ما هي صوت الحواف. هاي يا سوسن. دكتورة، الآن أنا مثلا فاهم كيف يعني أفرق بين الحواف، كيف كان الانتقال تدريجي أو كلي، بس مثلا أنا الآن بدخل صورة وبعمل تطبيق على مثلا أقول بالماتلاب أحدد لي الحواف ولا إيش؟ ايوه يعني انت استعملش كيف التطبيق. شوفي بالماتلاب كيف تعملي هذه. بتقولي له مثلا الصوره حقك مسمى مثلا سوسن، تمام؟ بتقولي له مثلا سوسن واحد، هنا اي اسم يساوي هذه الداله اتش، بتكتبي اتش، افتحي سوسن اسم حقك الصوره وتكتبي كلمه روبوت. لما تعملي سوسن وروبوت هو بيعمل لك بيقطع لك حسب الحواف.
بس باستخدام الروبوت. لو عملتي بدل الروبوت بريوت بيستخلص لك بس بطريقة ثانية. لو عملتيها صوبل أو كذا. صوبل بالضبط. وضحها يا سوسن، يعني من اللي بيعمل لك ايدج ديتكشن؟ هذه الدالة. يعني أيوة، أنا بدخل صورة عادية بقول له حدد لي الإيدج وأدخل له. بالضبط ايوه. وبعدين تختاري تشيل الروبوت ولا السوبل ولا البريوت، اللي بتطلع لك حلوة شليها. شكرا وضحت؟ دكتورة، فهمتوا. حلو أيوة جدا، برافو عليك يا سوسن، بارك الله فيك. طيب البقية في أي سؤال؟ في يا معكم دكتورة، حد؟ ها عندي سؤال بس مش بهذه المحاضرة. عادي عادي اسأل. ايش سؤالك يا محمد؟ ايش الفرق بين ال RGB image وال indexed image؟ شوف، هي الـ RGB هي الاندكسد، هي نفسها، بس احيانا قد نسميها ترو كولر ايميج. احيانا ايش يقول لك انه الترو كولر، احيانا في معك، هي انا مش انا حددت لك، قلت لك 24 اللي 8 للريد و8 للجرين و8 للبرو. في ايوه احيانا، ايوه في احيانا بس متقدمه اكثر، يقول لك ما بقولش ال 8 ال 24 بيكون 32، بحيث ان 8 بيت حق الكلام تكون لو في معك الوان شفافه. لكن انا ما بدخلكمش بالمجالات هذه اكثر، انت بس منشان لانه مشيش اربشك بحاجات حق علوم حاسب متعمقه اكثر، لانه هذا اصحاب الجرافيكس متعمقين اكثر باللون. انت عارف ان الار جي بي هي الاندكس، تمام؟ ثلاث الوان، ثلاث الوان. بس يا فهمي؟ دكتورة، إذا أنت جبت لي مثلا، لو جبت لي مثلا صورة ملونة ايوه. قلت لي حدد لي ار جي بي ولا اندكس لا لا ايميج، لا، هي نفسها، هي وش أنا بقول لك؟ هنا شرتبش. لا لا لا، ما ترتبش، هو نفسها، هو نفسها. بس ايش معناته؟ شوف، اللي لما كنت اقول ار جي بي، هي ار جي بي صح، لكن نحن نستخدم بتخزينها بالذاكره عندنا كاصحاب حاسوب، بتخزينها بالذاكره ما نقدرش نخزن هنا الثلاث الالوان، نضطر نعمل مصفوفه ثانيه تسمى الاندكس. فالاندكس هي اللي تتعامل مع الار جي بي، بس هي نفسها، الاندكس ولا الار جي بي هو واحده. يعني انا لو قلت لك ملون، انت اعرف ان الار جي بي، الار جي بي بمساعده مين؟ بمساعده الاندكس. فاهم لك يا محمد؟ ما فيش فرق، ما فيش فرق. هي الار جي بي هي نفسها، هي نفسها، بس انا لما اجي اخزنها اخزنها بشكل اندكس بالذاكره. لذلك انت مش عليكم كيف تخزنوها، بل انت عليك بس كيف تتعامل معه. فقول الاندكس هي نفسها الار جي بي، ما تلبش. تمام محمد، وصل الفكرة؟